الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورب الخير جميعا. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن البريك ستيتمنت. والحقيقة البريك من اسمها كده واضح إنها بتعمل بريك. الموضوع طبعا إيه ليه دخل باللوب. خلونا بس كده نراجع الفكرة بشكل بسيط يعني عشان نعرف بس هي البريك بتعمل ايه، وان البريك ليها دخل بالستيتمنتس. ها انت فاهمني، انا ما اقصدش ستيتمنت اللي هي زي الاكسبريشن، اقصد الستيتمنت اللوك اوف كود. طيب ماشي، هتوضح ان شاء الله باذن الله. لو انا قلت مثلا انا كنت مستخدم ولنفرض فور، جمله فور، وقلت ان انا عندي مثلا ديت الاكسبريشن الاولاني وديت الكونديشن تبعي، ده الشرط، وديت الاكسبريشن التالت اللي هو الانكريمنت تقريبا سميناه، وبعدين بحط بحط مجموعه البلوك اوف كود ديت محور حديثي، ديت مجال اهتمامي. هنا مجموعه الستيتمنتس ديت يا جماعه، ونفرض مثلا سطر سطرين ثلاثه اربعه ما شاء الله من السطور البرمجيه. ايه اللي بيحصل في الكود اساسا او اللي بيعمله اللوب يا جماعه؟ والله في حاله ان الاكسبريشن ده كان ترو بيجي الكنترول على مين؟ الكنترول على مجموعه الستيتمنتس ديت، وبتتنفذ لغايه اخر سطر، بيروح الكنترول مره ثانيه، بيرجع الكنترول ثاني للكونديشن وهكذا، كل الى ما شاء الله لغايه لما الكونديشن ده تيجي في مره من المرات يبقى فولس. فعشان كده بمجرد ما ان هو يبقى فولس اللي هيحصل الفلو او الكنترول هيطلع بره جمله فور خالص ويروح للستيتمنتس الثانيه او الريست اوف دوكيومنتس، بقيه الدوم، بقيه المستند. تمام اوكي جميل، ده بالنسبه للي بيعملوا اللوب. اوكي جميل، الفرق بقى في يعني انا مربوط بالاكسبريشن هنا، انا مربوط بالشرط ده يبقى فولس. البريك بقى يا جماعه بتحاول تديني كنترول فين؟ انسايد الستيتمنتس، انسايد البلوك اوف كودز يا جماعه. ده اللي بتعمله البريك. يعني ايه بالظبط؟ يعني خليني لو انا قلت مثلا انا عندي البلوك اوف كود ده، القطاع ده، انا هفضل الوب 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 جوا منه، لان الكنترول مش عندي، الكنترول عند الاكسبريشن، الكنترول هنا. اوكي، اللي بيعمله جمله بريك، ولنفرض انا عندي ستيتمنت 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 وفي هنا مثلا بريك، خلينا نقول، او في هنا شرط من نوع معين يعني، تمام، وبعدين بقيه الستيتمنتس. اللي بيحصل يا جماعه ان البريك بتخلي الكنترول يرجع للبلوك اوف كود. ففي حاله ان البلوك اوف كود ده يعني السطر ده مثلا حصل فيه قيمه معينه، او كانت مثلا ترو، او لو كانت فولس، او لو حصل شرط معين انا عايزه، شرط انا هحطه هنا، والشرط ده يا جماعه اتحقق او ما اتحققش في اغلب الاحوال، انا بحدد بالظبط هو الكنترول هيكمل ولا هيرجع مره تانية للوب. تاني 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 بالراحه. اوكي ماشي، معلش هنجيبها مره تانية كده. انا بقول اني ان البريك بتدخلني جوه الدوكيومنت، تمام كده، جمله فور انا متوقف في الشرط بتاعي على الاكسبريشن اللي بكتبه من فوق. في حاله اني عايز الكنترول يرجع يدخل جوه الستيتمنتس، تمام كده، ده نمط قوي جدا، نمط التحكم في الجمل دي. فبالتالي لو انا كنت حاطط شرط معين داخل الستيتمنت يا جماعه، والشرط ده مثلا ونفرض ما اتحققش، انا حاطط في الشرط بتاعي لو كان الشرط ده فولس، هقول له خلاص بص اطلع بره اللوب وما تكملش الاكسبريشن تاني، تمام، ديت الفكره. فبالتالي ايه يا جماعه؟ يعني الجمله هتمشي ازاي؟ جيد، انا معايا مثلا جمله فور، وهنا ادي الاكسبريشن بتاعي، وهناك مجموعات الستيتمنتس او البلوك اوف كود، وانا هنا حاطط مثلا شرط من نوع معين. اوكي، اللوب ماشي زي ما هو ولا كان في مشكله، الشرط ده متحقق، هينزل ينفذ يلاقي ان في شرط هنا، لو كان متحقق خلاص ماشي ارجع للكنترول مره ثانيه، ويرجع مره ثانيه يلاقي شرط متحقق خلاص ماشي اوكي، يلاقي مثلا ان على حسب انا على حسب الشرط بتاعي، يلاقي ان الشرط ده بيجي فولس خلاص، يعني خلاص مش متحقق، ساعتها بقى مش هيرجع مره ثانيه للاكسبريشن ده ويطلع بره اللوب، هيطلع بره اللوب والكنترول هيروح للستيتمنتس الثانيه يا جماعه. ده اللي بيعمله، او ده اللي دي الفكره بتاعت البريك، اني اوقف اللوب عند على تعليمات انا حاططها جوه الستيتمنتس بتاعي ومش حاططها اساسا في اللوب.
طيب جيد، ده كده زي التقدير النظري للجانب، ونشوف هنا كاتبين ايه في الكونسورتيوم. بيقول لي you already seen break statements. هو يقصد ان انت شفت جملة break قبل كده في الكاش، في اسف يا ربي، في السويتش، مش في التراي كاتش، في السويتش. سبق وان احنا اتكلمنا عن مساله البريك ديت، يعني لو الناس كانت تفتكر تقريبا، لكن المره دي it was used to jump out of the switch statement، عشان خلاص انا خلصت ده عشان اروح. احنا عارفين هي بتعمل ايه بالنسبه للسويتش ستيتمنت، بس الفرق هنا يا جماعه ان انا نعمل ديت هتعمل jump off out of loop، هتطلع بره اللوب، تمام. فبيقول لك the break statement break the loop and count is executing continuous asif continuous executing the code after the loop if any او يعني هو حتى لو الشرط ما تحققش يعني. طيب هي هتوضح مع مثال، خلونا نمثل يا شباب. ادي نعمل ريلود وعلى الكونسول. انا هنشتغل بصراحه على ايه؟ على الاوبجكتس، تمام؟ على الاوبجكت هنقول var او الاوبجكت بتاعنا بيساوي، وهنحط في صاحبنا ده ايه قيم مختلفة. مثلا مرة هنقول الاكس ده هنحطها مثلا بواحد كومة، والواي هنحطها نكتب مثلا سترينج، اوكي. الزد هنخليها بوليان، اوكي كومة. ال W دي هنخليها نل، اوكي كومة. ال Q دي هنخليها undefined كومة. ال R ده هنخليه object، ماشي نخليه object. ال R نخليه object، نفتح هنا ونقول والله ال R ده فيه من جوا منه T، وال T ده مثلا عبارة عن نقول اي حاجه، نقول مثلا 1 2 3 كده جميل خلاص، بس بقى الاوبجكت مش عايز حاجه منه، طيب تمام. ده بالنسبه للاوبجكت بتاعي، اوكي. انا هدخلها بجمله فور على طول عشان يعني اعتبرنا كده مثلا بنرجع. هنقول فور وهعرف الفاريبل تبعي زي ما انا متعود يعني، تمام. هقول له مثلا فور هخلي فار بي اختصارا لبروبرتي مثلا ان، وانا بستخدم جمله فور ان او الاوبجكت بتاعي او لما يكون يعني انا عايز اشغل لوب على مين؟ على عناصر الاوبجكت باستخدام الفاريبل اللي اسمه بي، فاسند لي عناصر. انت عرفت السطر ده ومش عايز اقوله كتير يعني. فهنقول مثلا كونسول كالعاده كونسول دوت لوج، علشان اطبع مثلا المثال البديهي اللي احنا مش شغالين عليه بقالنا فتره طويله او على قيم البي، وعملت اند وعملت انتر هيبتدي يطبع لي كل قيم البي واحد، انت عارف المثال ده يعني، فهو ايه ما فيهوش مشكله. طيب جميل خالص، نيجي يا جماعه نحط الشرط ونستخدم الجمله بتاعت بريك عشان نشوف شكلها بيمشي ازاي. انا بقى هخلي لك يعني القصد من المثال، ها عايز اعمل ايه يا جماعه؟ انا عايز ابريك الشرط. ابريكه يعني ايه؟ يعني اوقفه ازاي؟ بص بقى انا عندي اكس، خليني ايه ارسم بس الشكل الجميل بتاعنا ده، او نفضي كده الكلام ده كله. انا عامل اوبجكت، اوكي ده الاوبجكت بتاعي، ومسميه بلاش اكتب كلمه نيم عشان الناس تقول لي ده، انا مسميه يا جماعه او، والاوبجكت ده اسمه او. حلو كده؟ هنبص كده مرة ثانية، أو var O ده في إيه؟ في X قيمتها بواحد. حلو، نيجي كده ناخد أول عنصر جوه الأوبجكت ده، ده عبارة عن X الـ value بتاعه واحد، تمام؟ أنا مش هكتب الـ value يا جماعة. الحاجة الثانية بتكون عبارة عن إيه؟ الـ Y الـ value بتاعه عبارة عن string، وده داتا تايب ثاني. جميل، ناخده إيه؟ الداتا تايب الثاني ده، ده عبارة عن واي، ده من نوع سترينج. حلو؟ جميل خالص. التالت بقى عبارة عن ايه؟ التالت ده عبارة عن زد، وده قيمة بوليان، يبقى ايه؟ هنمثله بلون تالت، ده كده عبارة عن زد قيمته ترو. حلو خالص، ممتاز. الرابع ده عبارة عن دبليو، ده قيمته نل، ماشي.
الخامس ده عبارة عن كيو قيمته undefined. السادس والاخير عبارة عن R وده عبارة عن object تاني listed object object جوه object بس هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن R. تمام ده الاوبجكت بتاعي وفي ست عناصر تمام كده. خلونا يعني نمشي مع او يعني زي ما بيقولوا كده ايه نمشي معاه لغايه الاخر. فكان عندي العنصر ده العنصر رقم واحد مثلا انجاز التعبير ده العنصر رقم اثنين ده رقم ثلاثه ده رقم اربعه في الترتيب ده رقم خمسه وده رقم سته تمام كده. فالبتاع هيمشي الفلو هيمشي ازاي من اول العنصر للثاني للثالث للرابع للخامس لغايه لما يوصل للسادس هيمشي كده بنفس الترتيب بتاع العناصر دي. حلو خالص. انا بقى عايز اقول له ايه؟ بص يا برنس انا عايز اوقف تنفيذ الكود لما تقابل قيمه نل. ده اللي انا عايزه. حلو؟ وانت عندك قيمه نل ترتيبها العنصر الثالث. وقف لي تنفيذ الكود لما تشوف قيمه نل اللي هي قيمه الدبليو. تمام كده؟ يبقى فين الدبليو؟ اهي يا جماعه. فانا عايز الفلو البرنامج يقف هنا، مش عايزه يكمل، يعني ايه؟ يعني الكنترول هيعرض لك الاكس، وهيعرض لك الواي، وهيعرض لك الزد، اول ما يدخل على الدبليو يروح طالع بره ومنفذ حاجه ثانيه خالص، اللي من تحت. ده شرح البرنامج اللي احنا عايزين نعمله. تمام الكلام كده؟ تمام. انا بس بنمثلها على اوبجكت علشان يبقى الكلام سهل، وخصوصا ان احنا لما نشتغل على الدوم فالكلام كله هيبقى تقريبا على اوبجكت. طيب حلو، يبقى انا كده عملت الاوبجكت والامور تمام كده متظبطه 100 100. ابتدي بقى انا استخدم ايه الكونديشن فور بتاعي. انا كده شغال زي ما انا ومفيش اي مشكله. انا اسف، تمام، اقصد يعني الكونديشن اف. ادي اف يا جماعه. حلو ماشي، هقول له المره دي اف ايه؟ انت عايز ايه بقى؟ انا عايز لما يكون ها كالعاده لما يكون الاو وما بين مش عارف مين البي ماله الراجل ده ها قيمته بتساوي ايكوال تو ها بتساوي مين يا جماعه؟ انا عايزه ايه؟ القيمه بتساوي نل ها بتساوي نل. لما يكون الكلام ده ها قيمته بتساوي نل ايه اللي يحصل؟ جوه البرنتسيس جوه البرنتسيس اكتب كلمه بريك وحط بعد منها ايه؟ حط بعد منها السيمي كولون. هو تقريبا في الدبليو في المثال بتاع الدبليو 3 سكولز عامل بريك اهو، يعني هو مستخدم الكونديشن اف وراح قافلها، يعني قافل كده ومكمل الفلو بتاعه عادي. فانا ايه؟ انا حاطط الجانب ده عشان انهي بيه جمله اف، اقصد ان كده جمله اف خلصت يعني. فده الجانب اللي انا كنت اقصد اقوله. تمام، يبقى لما بتلاقي لما يجي الدور على القيمه نال بريك، فايه ما تكملش بتنفيذ البرنامج. وعشان وعلشان اثبت لك الكلام ده ها انا هنزل تحت منها، يعني تحت ما اخلص انت ماشي. خلينا مع النقطه ديت بس. يعني انت عارف ان بعد النل اهو في قيم ثانيه، في كيو واخد قيمه وفي ار، ودي لما بعد النل اهو في undefined اللي هو كان قيمه الكيو، وبعدين في اوبجكت ثاني. انا لو عملت انتر دلوقتي هتلاقي ان السترنج والترو وبعدين خلاص يعني الواحد والسترنج وترو، نفذ الواحد ونفذ السترنج ونفذ الترو، لقي القيمه نال ها راح ايه؟ راح عامل بريك وموقف وطلع بره اللوب وممكن ينفذ امر ثاني. عشان اثبت لك انه ممكن ينفذ امر ثاني فانا هكتب بره اللوب كونسول دوت لوج، وهنا هكتب مثلا اي ام اوت اوف لوب، انا بره اللوب. ولو عملت انتر هتلاقي يا جماعه اهو عندي الواحد والسترنج وبعدين الترو، يعني نفذ القيمه دي وراح طالع بره خالص. انا قفلت اهو، قفلت يعني طلعت بره الفور، يعني بره جمله فور خالص، وطلعت وكتبت كونسول دوت، فبالتالي الفلو نزل تحت على بعد قفل جمله فور وكمل على الكونسول وقال لك اي ام نوت اي ام اوت اوف لوب، انا طلعت بره اللوب خلاص. فبالتالي ايه ده اللي بيعمله البريك، انه بيبريك الكونديشن. تمام كده بيوقف. فاذا انت كنت محتاج اهو، اذا كنت انت محتاج توقف اللوب عند نقطه معينه في حاله تحققها او عدم تحققها، يعني انا كنت مستخدم هنا الشرط بتاعي كان عباره عن ايكوفيلنت تو نال، انت ممكن تكتب له نوت ايكوفيلنت على حسب اللوجيك بتاعك على حسب ما انت ماشي. بقى مش هتعرف تقول تكتب توضيح المفهوم. وقت جدا عريضه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.